خلينا نتحول لشأن آخر، حيث انطلقت فعاليات بطولة العالم للخماسي الحديث على شاطئ بورسعيد بمشاركة حوالي 300 لاعب ولاعبة من 35 دولة حول العالم. البطولة دي بتتميز بمشاركة متسابقين أيضا من ذوي الهمم، مما يعكس روح التحدي والتنافس في هذه البطولة. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن هذه الفعاليات وعن هذه البطولة مع المهندس شادي حفني مدير البطولة. صباح الخير حضرتك يا باشمهندس، وبعد التحية لو تكلمنا عن الفعاليات اللي شهدتها انطلاق منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث في بورسعيد. صباح الخير عليكم، طبعا أنا أحب أشكركم على تغطية الحدث والاهتمام بالرياضة والاهتمام بالسياحة الرياضية معانا. ده اللي احنا محتاجينه بصراحة، علشان كل الناس القائمين على المحافظة وعلى البلد تعرف الحدث. احنا النهاردة الحمد لله يعني مميزين بتنظيم البطولات الدولية. مصر النهاردة في الخريطة الدولية في التنظيم، خدت مع الأكاديمية البحرية ومع محافظة اسكندرية أحسن تنظيم لبطولة عالم من سنتين فاتوا، وخدت أحسن تسويق لبطولة عالم السنة اللي فاتت. النهاردة الحمد لله ده اللي حطينا كمان وادانا ثقة ان احنا نخرج بره القاهرة وبره اسكندرية ونروح محافظة جديدة زي بورسعيد، طبعا بالتعاون مع المحافظة وبالتعاون مع رئيس الأكاديمية البحرية. الناس بصراحة يعني مجرد ما قعدنا معاهم ادانا ثقة ان احنا لا لازم نجرب نعمل بطولة في بورسعيد، وحولوا بور فؤاد هنا لكأنها يعني بقت بور فؤاد الجديدة بصراحة. طب أنا هسألك سؤال يعني يمكن برا الموضوع، يعني فوز أحمد الجندي في أولمبياد باريس هل كان ليه أثر على تنظيم هذه البطولة من وسط يعني وجود كل الجنسيات؟ احنا بنتكلم في 35 دولة أظن زي ما قلنا. احنا دلوقتي حوالي 600 لاعب من كل أنحاء العالم. عدد الدول فعلا فوق ال 30 دولة، يعتبر حوالي 35 دولة دول المشاركين حتى الآن. طبعا فوز أحمد الجندي ده حط ظهر كلها في الأولمبياد، غير التركيب بتاعها بالنسبة للخماسي الحديث، حطينا على الخريطة في حتة جديدة. واللي حابب أوضحه برضو إن اتحاد الخماسي عندنا زي احمد الجندي طبعا في تميزهم من اول مرحله تحت 9 سنين لحد العمومي، الاتحاد الخماسي ما شاء الله واخد اول عالم تقريبا في كل المراحل السنيه. وده اللي هيبان كمان في البطوله دي. البطوله دي بتتميز زي بطوله البياسل والترياسل، دي بطوله بتتميز ان هي فيها مراحل سنيه صغيره من اول 9 سنين لحد بلس 60 فوق ال 60 سنه. ان شاء الله ان شاء الله العالم كله هيتفاجئ ان اكتريه كل المراحل هتلاقوا ان شاء الله الاوائل ان شاء الله مصريين، والناس اللي واقفه على البوديوم مصريين. فطبعا احمد الجندي حط الخماسي الحديث، خلانا ترند يعني بصراحه طبعا. ما شاء الله يعني طبعا يعني ما شاء الله، ويعني وعندنا يعني احمد الجندي اكيد هو بطل زي ما حضرتك قلت، هو رفع اسم مصر، واكيد احنا كمان عندنا مواهب رياضيه تانية زي أحمد الجندي. بس خليني أعرف من حضرتك يا باشمهندس، يعني بنتكلم إنه 300 لاعب ولاعبة من 35 دولة، أعمار مختلفة من أول 6 سنين لحد 60 سنة تقريبا، ده بيتطلب استعدادات كبيرة جدا يا باشمهندس. لو تكلمني عن استعداداتنا لاستضافة البطولة، وتكلمني كمان عن حفل تدشين المنافسات. طبعا ده بيحتاج استعدادات خاصة، لأن دي البطولة دي مشكلتها كمان في الاستعدادات، مش بس عدد المشاركين وعدد الدول. صحيح، الظروف الخاصة كمان بالمشاركين. أفندم هن؟ الظروف الخاصة بالمشاركين، لأنه فيها أبطال من ذوي الهمم. طبعا هي طبعا ظروف المشاركين والظروف إن هي بتبقى بطولة شاطئية، فبنتعامل مع عوامل طقس مختلفة غير لما بنلعب مثلا في صالة مقفولة. بنتعامل مع بحر في مد وجزر، بنتعامل مع ذوي الهمم. طبعا ان هو البطولة دي صعبة جدا على ذوي الهمم، مش اي حد بيقدر يشترك فيها، ان هو مثلا يجري على شاطئ، ان هو الناس بتوع العجل مثلا يجروا على يعني على ما بتبقاش اماكن ممهدة 100% زي ما هم متعودين عليها. فطبعا بتحتاج تجهيزات خاصة، ده اللي ساعدنا عليه بصراحة
المحافظه والاكاديميه البحريه. النهارده الناس لو كانت شافت الشاطئ قبل البطوله وشافت الشاطئ دلوقتي اثناء التجهيزات، وده طبعا اتمنى ان هو يوضح او حد يعني برضو يبقى يبينه، ده هتشوفوا فرق رهيب. واحب طبعا استغل الفرصه دي ان انا طبعا اشكر سياده اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وطبعا الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديميه، والدكتور اشرف صبحي على وزير الشباب والرياضه على المجهود، وسخروا كل حاجه بصراحه للبطوله ان هي تطلع باكمل الباقي يعني. طبعا احنا كمان بنوجه لهم التحيه، ونوجه لحضرتك كمان التحيه المهندس شادي حفني مدير بطوله العالم للخماسي الحديث ببورسعيد. شكرا لحضرتك يا فندم.